السلام عليكم. هذه لاكيلاس تاع الموتور اللي قلنا لكم عليه 1.9 دي سي 82 شوفو. الفيديو اللي فات وريناكم درناكم شرح على الدومي موتور، وريناكم كاع لي بياس اللي نبدلوهم، ودرناكم فيديو عند التورنال كيلاصا اللي عمرناها بالتيك ودفعناها فوتناها عند التورنال. دونك الكيلاصا خرجناها مع التورنال، خرجت بهذا الشكل، خرجت بهذا الشكل ما شاء الله، ما فيهاش دي ديفو ما كانش ما شاء الله. هذه فوتناها بالماشينه، وكيف فوتناها بالماشينه زدنا عطيناها بالمارب، باسكو على بالك لاكيلاس كي تفوتها بالماشينه لازم لك تعطيها المارب، باسكو على بالك الماشينه تخلي لك هنا لي ديفو، ولي ديفو تبقى كيلاصا تنسف وتبقى تنشف لك الماء. كاينه حاجه اخرى ثاني نوريها لكم، يا ربي انت المستعان. كاينه حاجه اخرى، لي زاري دويل، هادو لي زاري دويل، هادو اش تيديروا؟ هادو يقاردو الزيت باش اللوطو ما تقعدش تنقصك الزيت وتقعد تدخن، باسكو هادو اش يديروا؟ هادو ييبسوا، هما بلاستيك وحديد، البلاستيك تاعهم كي ييبس يولي ما يقارديش الزيت، وكي ما يوليش يقاردي الزيت تبدا اللوطو تنقص لك وتطلق لك دخان. كاين شي عمي واحد يقول لك اودي يعني الموتير خدمته ومازال ينقص الزيت ومازال يدخن، وكاين شخصي نقول له الا بدلت لي زاري دويل يقول لي انا ما نعرفهمش كاع وين جاي لي زاري دويل، هذا خطا. هادو لي زاري دويل نقلعو لكم تشوف حبه، استعملو بالبنس، هايا هادي راه مطبقه كي شديناها بالبنس طبقت. نزيدو نقلعو الزوجه، بعد ما وريناكم الكيفيه هاوين 8 حبات يجو ربعه ادميسيون وربعه ايشاطمون، هاوين
جو 8 ربع ادميسيون ربع ايشاطمون. هادي نيميرو 7 راك شوف هنايا 7 شوف نوريكم كيفاش 7 باسكو سو بابا هايا غادي نوزنو هنايا فيها 7 لو كان ديرلها 8 تبدا متقاديش الزيت تبدا تدخن. وكاين بزاف هادو اللي عيطوا لهم لي غيت سوباب، هادو ماشي لي غيت سوباب، هادو عيطوا لهم لي زاري دويل. لي غيت سوباب ها هو تاع الحديد يجوا الداخل. نوريكم الكيفيه كيفاش نركبوهم. نقلبوا الحبه كيما هكا لازم الزيت باش ما تدخلش مزايره، باسكو تدخل مزايره قادر تركب لك عوجه وتبدا ما تقاديش الزيت لوطوف نوضك الدخان. الاحسن ديرلهم شويه زيت فاكد لهم الزيت يركبوا بسهوله. نعاودو نكونفيرمو بلي هما كبين نيشان عاودو غندورو ليهم كونفيرمو بصحة دارية. بون كاينة حاجة تانية وحدة أخرى، كي نبغو نركبو السوبا تاعنا تاني نديرو الزيت في الكيد، نديرو الزيت في الكيد باسكو لا سوباب السوباب كي تجي راكبه تقد هنايا تجرح لنا الكيد. كي تجي تركب السوباب كي تجي تركب السوباب ماشي دمرها، كي دمرها قادر هنايا شوف هنايا السوباب لازم تجي خارجه غير بشويه هنايا. ها شوف ها تجي خارجه غير بشويه باسكو يمكن على بالك هادي لو كان تدمرها تدخل بالفور تقاد هنايا تقطع الكيد باسكو الكيد من الفوق غير بلاستيك. كاينة حاجة أخرى تاني لي سوباب لازم يترودو مليح باش الموتور ما ينوضش يديرلك الحس في لادميسيون. وهادو لي بوسوار هادو هادو لي بوسوار كيس هادو فناجي لي جو فوق لي سوباب هادو تاني كي تقلع لازم تروبيري باسكو لو كان تخلط بيناتهم قادر الحبة طيح لك مرخوفة قادر مزيرة. لو جير تاني نقوه مليح. هادي لاباك تاع ابراكام